السلام عليكم، معكم مصطفى الشيخي، بائع الدجاج بسوق طرنكات مدينة العتيقة. أولا كنشكروا الصحافة الإلكترونية في اللي كتجينا عندنا دائما أنها تحضر معنا، خصوصا اليوم 24. شكرا سي معتكف على الاستضافة. أولا حنا كنطرقوا لموضوع الدجاج لأنه موضوع شائك بالنسبة للزبائن اللي كيجيو كيتشكوا كيقولوا بأن الثمن زايد. الثمن اليوم وصل 27 درهم، القدرة الشرائية كتعرفوها ضعيفة بالنسبة للمواطن عامة في المغرب كامل وخاصة في مدينة تطوان. الآن كاين واحد الكساد كبير كيعرفوا قطاع الدجاج، لأن حنا ما كنبغيناش كنبيعوا الدجاج بحال اللي كنا. كان واحد الرواج في أيام العواشر قبل العيد، وهذا كان ديك الساعة كان شوية الرواج كيخرج الدجاج. أما دابا من طلع الثمن ديالو، هذا الثمن وصل 27 28 درهم. هذا الثمن عمره ما وصل له الدجاج، ثمن قياسي لأول مرة كيوصل الثمن هذا في المغرب كامل. عمرنا ما حنا في هذا القطاع هذه سنين، واحد 20 سنة حنا كنبيعوا الدجاج، عمرنا ما بعنا الدجاج بهذا الثمن هذا. هذه سابقة في الثمن الدجاج، طلع في الثمن صاروخي. بالنسبة لنا حنا اللي كنعرفوا حنا هذه واحد 15 سنة يمكن وصل في شهر 8، كان الصيف وكانت الحركة دايرة، وكانوا الناس يعني المدينة تطوان الشواطئ عامرة، وكانت الحركة ديك الساعة كانوا العراسات والأفراح، وكان ديك الساعة الدجاج وصل واحد الفترة وصل 21 يوم ولا 21 درهم ولا 22 درهم واحد النهار. لذلك حنا كندقوا ناقص الخطر بالنسبة لبائع الدجاج، لا بالتسقيط ولا بالجملة. موزعين للدجاج تا هما كيتشكاو، ما بقاوش كيوزعوا الدجاج كيما شحال هادي. بزاف ديال البائعين وقفوا، المحلات وقفوا، عندهم مصاريف كثيرة، عندهم المحلات كاريين المحلات، عندهم الخدام اللي كيخدموا معاهم في الدجاج، يعني مصاريف كبيرة، الفواتير الماء والكهرباء، هذه كاملة كتدخل فيما يخص أن الإنسان يوميا خصو يكون هذه المصاريف عنده. ولكن هو بالنسبة لبيع الدجاج ما بقاش كيبيع. لذلك أننا في هذه الحالة هذه شحال المحلات التجارية كيقولوا بأنهم يمكن يبدلوا، ما يبقاوش يبيعوا الدجاج، يشدوا المحلات ديالهم، ما يبقاوش، لان وصلت لهم من العطام كما كيقولوا. بالنسبه للحمله اللي كاينه دابا، كاينه في الفيسبوك، كاينه في مواقع التواصل الاجتماعي، هذه الحمله نجحت نقولوا انا كنعترف بها نجحت، وصلت للمبتغى ديالها. لان علاش؟ لان بزاف ديال الناس ما بقاش كيجيو الدجاج كيقول لك خليه تما ما نديوهاش بهذا الثمن هذا. لذلك حنا كنقولوا للمسؤولين انهم خصهم يتدخلوا عاجلا، يتدخلوا في هذه المساله هذه، لان بزاف ديال الناس غيوصلوا يقولوا واحد المشكله كبيره عاد تكون كاينه في هذا القطاع هذا. وبينه حنا كنقولوا حنا بان كنبيعوا الدجاج بالتسقيط، ما كناش كنبيعوا الدجاج في هذه الايامات هذه. كيجيو الناس الزبناء كيقول لك اسيدي حنا بهذا الثمن هذا بزاف علينا، واش طاح؟ واش يمكن يطيح؟ عندنا تطمينات انه في الايامات المقبله ان شاء الله بحول الله كيقولوا الله اعلم كيقولوا ان الدجاج يقدر يطيح لان بدا كيوجد. ولكن هذه غير تطمينات، ماشي شي حاجه مؤكده كنقولها من هذا المنبر ديالكم. بالنسبه للوضعيه اللي كنقول لك، الوضعيه الاقتصاديه مزريه بالنسبه للزبناء كاملين اللي كيجيو كيتشكاو كيقول لك ان القدره الشرائيه ما قدروش ناخذوا الدجاج. بدل ما كاينشي، كنقول لهم هنا ما كاينش البديل، يعني شحال من الناس كيجيو كيقول لك اللحم غاليه، الاسماك حتى هي غاليه، الله يحسن العون. حتى الدجاج اللي كانوا كانت الطبقه متوسطه والطبقه الهشه كتلجا ليلو، الان حتى هو غلى، الله يحسن العون. كنقول من هذا المنبر ديالكم الله يحسن العون. حنا عا كنشريو، حنا كنتبعوا السوق، الاسواق في المغرب كامل ملتهبه بما يخص الدجاج، الثمن ديالو عالي، الاسباب متعدده، الاسباب كثيره. ملي كنسولوا حنايا مثلا المربين كيجيو عندنا والموزعين كيقول لك اسباب تتحمل فيها المسؤوليه الدوله، المسؤولين على هذا القطاع هذا، الوزاره الوصيه على هذا القطاع لا تحمل المسؤوليه ديالها في الاوضاع اللي كاينه. بالنسبه للاعلاف خصهم ينقصوا من الاعلاف، ينقصوا من الفلوس، لان الفلوس وصل دابا 8 دراهم. لذلك حنا كندقوا ناقص الخطر وكنقولوا للمسؤولين انهم خصهم يتدخلوا عاجلا باش ينقذوا هذا القطاع هذا، ينقذوا هذه الفئه هذه، هاد الناس هذو اللي كيبيعوا الدجاج لا بالتسقيط ولا بالنصف الجمله ولا بالجمله. كلشي كيتشكى، الله يحسن العون. الوضعيه راها وصلت لواحد الحاله خطيره جدا. لذلك انا كنقول للمسؤولين انهم يخصهم يتدخلوا عاجلا.